اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، جولة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم هذا الفيديو من مدينة تمارة، بالضبط شارع طارق بن زياد. أمشي وغادي نشوفوا الأشغال ديالو فين وصلت. مرحبا بكم ومرحبا بأي واحد كيتفرج في قناة مروان فلوق داخل المغرب وخارج المغرب، ومرحبا بالجميع من طنجة حتى الكويرة. ما تبخلوش علينا بلي لايك وبلي كومنتير، واي واحد دخل جديد تفرج في هذا الفيديو وتفرج في قناه مروان فلوغ وما يديرش اشتراك يدير اشتراك ويشجعنا باش دائما ان شاء الله نقدم لكم الجديد في قناه مروان فلوغ. وما تنساوش تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. نمشيو نتفرجوا في الفيديو ونتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم اخوتي الاعزاء.